طبعا الاتحاد بيتعاون مع التعاون ومع النصر، والاتحاد السعودي بيخسر 3 نقاط يعني في سباق شرس، وفضل 5 جولات يعني ممكن يحصل فيهم كل حاجة. النادي الاتحاد، رومارينيو، طارق حامد، أحمد حجازي، جروهي، طبعا لازم رومارينيو، كورنادو، عبد الرزاق الحمد الله، اسم كبير وفرقة تقيلة قوي يا جماعة، فرقة تقيلة وفرقة وصلت للقمة واجتازت القمة واجتازت النصر اللي كان متربع على الدو على قمة الدوري، يمكن في الجولات الأخيرة وقع منه كم نقطة، لكن أنا بقول سبب الخسارة أولهم اللعيبة ما كانوش محضرين للمباراة كويس جدا، خلاص إحساسهم إنهم فازوا بالبطولة أو خلاص في الأمطار الأخيرة استسهلوا المباراة، عدم احترامهم للتعاون وإنهم يعطوا للتعاون حقه من بداية المباراة، ما لعبوش الجيم صح، لعبوا طبعا اتسرقوا بالهدف وبعد كده بدأوا يلعبوا بتسرع، بدأوا نشوف الاتحاد مش ماسك كورة، لعب عشوائي ومش هو ده لعب الاتحاد. وطبعا لما هاجم طبعا الهدف الثاني جه من مرتدات ومساحات كبيرة جدا ورا دفاعات الاتحاد السعودي، وكان الفرقة التعاون بتلعب بطريقة فعلا متوازنة، وطبيعي أي فرقة هتلعب قدام الاتحاد هتلعب بنفس الطريقة اللي هي الدفاع المنطقة والمرتدات. والدوري السعودي بيشتعل، والدوري السعودي في الجولات الأخيرة قد يحمل مفاجآت. مين؟ هل الاتحاد بينتفض والخسارة دي بتعلمه درس إنه يبقى ما يخسرش الماتشات الجاية وما يتهاونش ويعطي الاحترام لخصمه ويلعب؟ وطبعا المباراة كانت جميلة جدا، وشفنا الطفل بيحتفل في المدرجات، والمدرجات كانت جميلة بالجمهور العظيم، الجمهور السعودي اللي موجود سواء للاتحاد سواء التعاون. أنا شايف إن الدوري لسه فيه كلام كتير، وإن الاتحاد لو ما شدش النصر هيدخل، والجيم موجود، الشباب بعيد شوية، الشباب بعيد، لكن أنت بتتكلم في 3 نقاط، يعني غفلة الجيم هيولع. فانا شايف ان الاتحاد ما لعبش الجيم صح، الاتحاد ما نزلش ضاغط من بدايه المباراه، ما كانش فيه تامين دفاعي كويس، كان التركيز كله كان فيه استرخاء، ما كانش فيه جمل، حتى الفرص اللي جت كانت كلها انا شايفها فرص عشوائيه، مش هو ده لعب الاتحاد، مش هو ده لعب الاتحاد اللي بيلعب على ضربه جزاء، كل شويه نشوف رومارينيو في ال 18 واقع، اي احتكاك عايزين ضربه جزاء، رومارينيو وقع كتير جدا في ال 18، ودي مش عاده الاتحاد، او الاتحاد بيخلص الجيم ولا يلجا الى التحايل او ضربات الجزاء. وشفنا الحكم في الفار وقف في اكتر من كوره، وكان شكل انا اسف مش متعود اشوف ان بعد حتى الفار يقول له مش بيلن ويجي كمان يبص، كان فيها كلام مش حلو. وصلنا ل 15 دقيقه في الشوط الثاني وقت اضافي، معناه ان الوقت قد ايه وقف. التعاون لعب جيم عالي جدا، التعاون درس الاتحاد حلو جدا، كان دفاع منطقه، التعاون كله تحت الكوره، التعاون عارف بيعمل ايه، عارف بيستغل المساحات ورا دفاعات نادي الاتحاد طبعا، وتقدم حجازي وتقدم سردباكات والاجنحه والباك رايت والباك ليفت للاتحاد، لعبوا على المرتدات وكان في توفيق فعلا ان هو الفرص اللي بتروح هي اللي بتدخل. لكن اقدر اقول لك ان الاتحاد لم يحترم التعاون جيدا، ولم يعطيه حجمه، ولم يعطي المباراه اهميه ان هي خلاص في الامطار الاخيره، بالعكس وانا لازم افوز عشان كل ما بكسب بكسب انا معنويا بقرب من الدوري، والخصم او الخصوم اللي بينافسوني بيشيلوا ايديهم خلاص، بيقولوا خلاص المنافسه شبه اتحسمت للاتحاد. فطبعا الدوري بيشتعل، الفرق 59 نقطه، 56 اللي طبعا النصر، انت بتتكلم في 3 نقاط، 56 و59 نقطة، طبعا فرق لسه 6 نقاط او 9 نقاط، 9 ولا 6 نقاط للشباب، الشباب بعيد لكن النصر موجود، والدوري بيشتعل. الهلال نتمنى له التوفيق، كل توفيق طبعا قبل ما ننهي الفيديو، للهلال السعودي اللي قادر ان شاء الله بفضل الله انه يفوز على اوراوا في اليابان ويرجع لنا بالكاس. الدوري السعودي بيشتعل، اوعوا ما تتفرجوش على الدوري السعودي، الدوري السعودي لازم تقعد تتفرج عليه. الدوري السعودي انا شايف الفتره اللي فاتت كل التصريحات، ميسي مش جاي، اللي هيلعب للاتحاد مين، اللي هيلعب للنصر مين، مودريتش، ميسي، الكلام ده ما كنتش اتمنى انه يتقال بدري، الكلام ده يتقال خلاص بعد نهايه الموسم، وكل واحد بيحضر مين علشان ما يبقاش فيه تشتت من اللاعبين.
المهم الدوري السعودي كما بدأ مشتعلا سينهي السباق مشتعلا، وإلى آخر نفس الشباب موجود بيراقب. النصر عينه على القمة وعينه على الاتحاد انه يقع. الاتحاد لازم يبقى صحته جامدة علشان ينهي الدوري زي ما بدأ، وزي الكيرف كان عالي ما ينفعش عفوا ما ينفعش يقع في الأمطار الأخيرة. الدوري السعودي دوري جميل، دوري ممتع جماهيريا، الجماهير السعودية عاملة تحفة. الاتحاد والهلال والنصر والتع كله جنات الجماهيرية. الدوري السعودي مشتعل فعلا، دوري جميل، دوري جماهيري عالي جدا. فنتمنى ان احنا تستمر الإثارة، والإثارة مستمرة فعلا في الدوري السعودي إلى آخر جولة، إلى آخر الصفارة. في كلام كتير، وانتظروا المفاجآت في الدوري السعودي. السلام عليكم.